سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. الليلة هي ليلة عيد الأضحى المبارك، ليلة يوم النحر. الليلة يبيت حجاج بيت الله في مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. غدا العيد، كل عام أنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. غدا هو يوم الحج الأكبر، أفضل الأيام عند الله على الإطلاق. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. وقد سمي يوم النحر لما يجري فيه من نحر الهدي والأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين. الليلة ليلة المبيت في مزدلفة، فمع غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفات، ينفر الحجاج إلى مزدلفة والمبيت فيها، ويصلون فيها المغرب والعشاء، وذلك قبل حط رحالهم أو حسب أحوالهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإذا حل الحاج بمزدلفة صلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين قصرا، ويجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. والسنة في ذلك التعجيل بالصلاتين، وأن يصلي قبل حط الرحال، وإن فصل بينهما وأخر العشاء لحاجة لم يضره ذلك. فإذا تبين له الفجر فالسنة أن يعجل الصلاة في أول وقتها في المزدلفة بأذان وإقامة، ويستحب له أن يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقرب منه إن أمكنه من غير إلزام. فإن وقف في أي موضع من مزدلفة أجزأه ذلك، فيستقبل القبلة في وقوفه فيذكر الله ويلبي ويرفع يديه حال الدعاء، ويبقى على هذا الحال حتى يسفر جدا، ثم يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه سكينة ووقار. يعفى من المبيت بمزدلفة المسنون والعجزة والمرضى والصبيان والضعفة من الرجال والنساء، فيرخص لهم أن يدفعوا إلى منى قبل الفجر إذا غاب القمر، أي بعد منتصف ليلة العيد، لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك تفاديا للزحام وخشية حطمة الناس. ويستحب له التلبية والتكبير والتهليل في طريقه إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وهنا ملحوظة: أغلب الناس يهتم بالدعاء في يوم عرفة، وهذا أمر محمود، لكن في اليوم العاشر هو أعظم أيام الله تعالى على الإطلاق، وفيه الدعاء مستجاب. ولقد ورد أيضا أن الدعاء مستجاب في أيام التشريق، ولذلك يجب الحرص على هذه الأيام، سواء كان غدا عيد الأضحى المبارك ويوم 11 و12 و13 أيام التشريق، فالدعاء فيها مستجاب كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نتحدث بإذن الله تعالى عن فضل الدعاء في بقية الأيام القادمة من أيام التشريق. وكل عام
أنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أقول وبالله التوفيق، مع دخول عشر ذي الحجة يبدأ علماء المسلمين والدعاة وخطباء المساجد بتحذير من أراد أن يضحي بأن لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، ودليلهم في هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لكن الحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف كبير ومعتبر لا يمكن تجاهله، والكثير من المشايخ والدعاة ينفردون بالرأي الواحد علما بأن المخالف له دليله القوي. ليست في هذه المسألة فقط، فهناك أحكام فقهية كثيرة حجروا فيها على الرأي الواحد. وفي هذا الموضوع الذي أحدثكم فيه اليوم أقول إن النهي قد ورد من طريق أم سلمة رضي الله عنها وحدها، ولم يروه أحد من الصحابة غيرها. ولقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث، مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق من أحرموا بالحج، وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة، حيث قالت: ولقد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع من شيء كان مباحا، أي لا من الطيب ولا من النساء ولا غير ذلك من شعره وأظفاره. ولقد مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين وهو يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم يثبت عنهم هذا النهي. ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت هي أعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف من أم سلمة رضي الله عنها بحديثه. ولو كان هناك نهي للمضحي عن أخذ الشعر وتقليم الأظافر لما خفي عليها أبدا. ومن لوازم هذا النهي أن يشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولم نعلم أن أحدا قال به ما عدا انفراد أم سلمة رضي الله عنها بحديثه. ولا يمكن أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وتقليم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب، وقول عائشة رضي الله عنها هو الأصح والأرجح. ولقد بينت أن السبب المقتضي للنهي كونه من محظورات الإحرام، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح. أيضا لقد كان القول الذائع والمنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا حلق الشعر وقص الأظافر من الفطرة كما ورد في حديث: خمس من الفطرة، فكيف لمن يستقبل عيد الأضحى بأظفار طويلة وشعر غير مهذب، والعيد فيه الفرح ولبس الجديد، فمن إظهار الفرح والسرور في العيد الحرص على الاغتسال والتطيب والتزين ولبس الجديد. إذن الصحيح الذي يجب أن يقال هو أن الأمر فيه سعة، فمن أراد أن يمسك فله دليله، ومن أراد الإباحة فله دليله. وهذا والله على ما أقول شهيد ما أعمل به شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا.
لأن مجيء حديث عائشة رضي الله عنها يعتبر أحسن مجيئا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأنه جاء مجيئا متواترا، وحديث أم سلمة رضي الله عنها لم يجئ كذلك. وقول عائشة رضي الله عنها هو المعقول المطابق للحكمة. والقول بجواز الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن شاء أن يضحي لا جرم أنه كان الأكثر انتشارا وذيوعا لدى فقهاء التابعين، وعليه كانت الفتية في مدرستي المدينة والكوفة، بل يمكن القول إن هذا هو ما كانت عليه الفتية من قبل فقهاء الأمصار بعامة. ولأنه قد ثبت الإجماع على جواز الأخذ من الشعر للمعتمر أو المتمتع لإحلاله في العشر، أيضا ولأن الأصل العام هو الإباحة إلا بدليل صحيح صريح ينقله عن البراءة الأصلية وهي الإباحة، أيضا ولأن الأضحية مستحبة عند الجمهور وهو الراجح، فكيف يحرم على المضحي حلق شعره وتقليم أظافره؟ وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة بجواز أخذ الشعر وتقليم الظفر للمضحي بلا كراهة، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية، وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلى أنه حرام، اعتمادا منه على حديث أم سلمة رضي الله عنها. فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. وإياكم والتحجير ما لم يكن هناك دليل قاطع مجمع عليه يقتضي التحريم. وفي الحديث قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواذج، والله أعلم وأحكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.